قطاع التأمين هل يكون أحد قاطرات النمو الاقتصادي في مصر؟ ماذا تم في إعادة هيكلة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين؟ ما هو دور شركات التأمين في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب؟ كيف يمكننا أن ننشر الوعي التأميني لدى المصريين؟ هل زاد دخول الأجانب في قطاع التأمين من حدة المنافسة؟ متى يتم طرح حصصا من شركات التأمين العامة في البورصة؟ تساؤلات يجيب عنها ولأول مرة على الشاشة الأستاذ باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، في برنامج أنا الوطن. أنا الوطن مع أيسر، الجمعة 7:30 مساء على شاشة المحور.